عايشة معاكم، حاسة كلامكم، شايفة الناس. كانت طفلة في بوبي وطمع ربي تجيل جوا احساس، نقلت صورة بابا وماما وازاي كان للطفل اساس. كانت جيرة وكانت عشرة، هي المعنى ما بين الناس، ما يفرقش ما بينهم دين والمحبة عليها عايشين. كانت الصحبة في ترابيزة واحدة مش قاعدين، عشة تايهين. كانت الاخت ليها رسالة ويا اخوه ويا الناس. كان في معاني ليه يا اخوانا اول ما نسيتوها وهوب خلاص. دلوقتي هنكررها في البرنامج راح نذاكرها علشان هي ليها رسالة ومش فاكرين امها. هيكون حدوتة عصرية على برنامج هلا مصرية. هلا مصرية. هلا مصرية. هلا مصرية. مفيدة. قصدي حاجة مفيدة. حاجة مفيدة وربنا حاجة مفيدة. هاي 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 هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل والجمال على كل مشاهدي قناة المحور، أول قناة فضائية مصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من برنامجكم هالة مصرية. النهاردة معلش يا رجالة هكون منحازة للستات بكل قوة، وهزعل الرجالة اللي شايفين ان الست اخرها تقعد في البيت تنظف تطبخ تغسل. طبعا مش كل الرجالة، شوية منكم يعني، شوية منكم مقتنعين بكده، بس ده ما يمنعش انه في ستات تعرف تعمل شغل كتير وبمنتهى الدقة والامانة. وزي ما في المهندس الشاطر في المهندسة الشاطرة، وزي ما في الدكتور الشاطر برضو في الدكتورة الشاطرة، وممكن نقيس على كده بقى كل المهن. أعزائي الرجال، أحب أقول لكم إن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، فبلاش بقى يا جماعة فكرة المقارنة دي من الأساس. أنا راجل وانت ست، أنا أعمل وانت ما تعمليش، لا ما تشتغليش الشغلانة دي، علشان الشغلانة دي بتاعة الرجالة. لازم الفكرة دي تتغير خالص، تتنسف. احنا الستات عندنا قوة تحمل وإرادة قوية جدا. مهم احنا بقت إرادتنا قوية لدرجة ان احنا ممكن نعمل اي حاجة في الدنيا واي شغلانة في الدنيا. وانا معايا وضيفي اللي مشور اللي مشرفني واللي منورني طبعا، دكتور توفيق ناروز، استشاري الطب النفسي وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسي وزميل الكلية للأطباء النفسيين بلندن. منور يا دكتور. منور حضرتك استاذة هالة، وأهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين وبأسرة قناة المحور. ربنا يخليك يا دكتور، والله احنا متشرفين جدا بحضرتك. الشرف ليا. انا عايز اسأل حضرتك قبل ما ندخل بقى في موضوعنا، هل الست ممكن تجيد اي شغلانة زيها زي الراجل؟ بالتأكيد لأن حتى دلوقتي هنشوف بعض الشركات اللي هي بتاعت السيارات بتقول اسمها يعني ايه، بينزلوا يسوقوا دلوقتي يعني، فبقت ست ممكن تبقى سواقة، ممكن تبقى سواقة ميكروباص. أيوة. الست كمان عندها من الناحية النفسية والفسيولوجية تحمل أكتر من الراجل، ودي غريبة. ليه بقى؟ الست تتحمل الحمل والولادة، طلق الولادة والرضاعة وحاجات صعبة. بالزبط. الراجل يمكن ما يتحملهاش. بالظبط. الست ممكن تكون أقوى من الراجل بعد كده بقى، بعد ما تخلف كمان في بقى العيال بقى وطلباتهم، وبتشتغل ممكن تكون بتشتغل دكتوره او فنانه او مهندسه او مدرسه اي مهنه يعني، وبتبقى بين الاثنين الحمد لله كويسه. بس في نقطه هقولها، ليه دايما اشهر شيف راجل، اشهر ترزي راجل، اشهر كوافير حريمي راجل؟ لا يا دكتور انت كنت معانا صفينا، ايه اللي غيرك؟ ما انا عايزين نضحك بقى شويه، ما هو الحلقه الضحك. لا والله ما بجد. ايوه الحلقه عن الشيف كله، الشيف مش هقول اسماء طبعا يعني، القنوات الثانيه كلهم رجاله. طب واللي بتوع الكوافير الرجالي برضو مش هقول اسماء، كلهم رجاله. ايه السبب؟ ما الدكاترة نفسيين كلهم نو كومنت مش عارف. والله يا دكتور حضرتك واضح جدا من ضحكتك الجميلة وتعليقاتك اللطيفة جدا ان انت بتحب الابتسامة. هل الابتسامة دي بقت شيء مهم دلوقتي في حياتنا؟ احنا فقدناه الى حد ما. طبعا الشعب المصري دوت كان شعب بيسموه بنكتة، كنا بنضحك على طول وتلاقي الناس في الشارع يعني مبسوطة. دلوقتي حضرتك لما تروحي مثلا
انا يمكن مش بركب مترو فيها كتير بس ساعات بركبه يعني. أي. ابص في وش الناس طبعا كشغلتي بقى بحلل الشخصيات وبص الناس وجه العبوس يعني كل وجه عابس وكل وجه مش 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 سعيد يعني. حتى لما يحصل مثلا ماتش خسرناه ولا حاجه تلاقي التعليقات كلها سلبيه. السوشيال ميديا خلت الناس كلهم عندهم كآبه، مش اكتئاب يعني، لان الكآبه غير الاكتئاب يعني، عرض من اعراض الاكتئاب لكن مش اكتئاب نفسي يعني. فالسوشيال ميديا الفيسبوك تحديدا خلى الناس كلهم يكتبوا كلام سلبي، فصدر طاقه سلبيه خلى الناس تضيع منهم الضحكه، مع ان الابتسامه دي اهم حاجه. انا ما قابلت حضرتك قبل التصوير وقلت لك على الادوار الجميله حضرتك عملتيها، وكنت متابع اخر دور واول دور، فحضرتك ضحكت وابتسمت لانك قلت ازاي هو متابع اول واخر دور. طبعا لان حضرتك طبعا بحكم شغلك مشغول دايما يعني، كاني يعني فلما ذاكرت حضرتك قعدت اقرا حضرتك شويه قبل ما اجي من الويكيبيديا يعني. فالابتسامه دي انا ما قبل اي المريض بيجي لي العياده اول حاجه ابتسم اقول اهلا بيك اخبارك ايه ازاي صحتك، مش قبله وانا مكشر. ساعات بتلاقي في بعض الاماكن مثلا تدخلي مكان كده سيلز او حاجه تلاقيه يقول لك مدام هاله اتفضلي. انا هاله فاخر مثلا. ايوه عارفينك كويس قوي حضرتك. لا بس ابتسم. طيب ايوه ابتسم مش هتخسر حاجه، ابتسم وتضحك كمان. صحيح صحيح. الضحك كمان هنقول فوائد السؤال اللي بعد كده ولا اقول؟ لا حضرتك استرسل زي ما انت عايز، انا جاي اسمعك. الضحك دوت حاجه جميله جدا، لدرجه يعني الضحك بيحسن المناعه، الضحك بيقلل التوتر. لما اضحك اضحك بتلاقي الواحد جسمه رخ كده شويه، بيعمل شويه ريلاكسيشن استرخاء، بيقلل التوتر، بيقلل القلق، بيقلل جزء من اعراض الاكتئاب، لدرجه ان هم بدا طبعا ضغط الدم بينزل بيحسن القلب، والعكس برضه الحزن. يعني في حاجه اسمها البروكن هارت سيندروم، قالها سير مجدي يعقوب، ان هو الحزن بيكسر القلب يعني. لدرجه ان هم في الهند عشان هم مش بيعبروا عن نفسهم كويس يعني، عملوا عيادات للضحك. ادخلي تضحكي، اتكلم بجد. يعني انا ممكن اكون في حاجه تعباني او حاجه وجعاني اجي لك اقول لك يا دكتور لو سمحت عالجني بالضحك. ممكن يعني يبقى ده مفهومنا يعني. للاسف ما شفناش فيها عيادات للضحك كتير، ما عندناش احنا. لكن هو اسلوب حلو قوي، وانا كان نفسي اجيب معايا فيديوهات بس انا ما جبتش الفلاش. اسف ما اعرفش دايما صوتي بيعطلك. فدايما شفت ضحكتنا. الفكره في ايه؟ كنت اجيب لكم حاجات تهلك من الضحك. لان هي تدريبات هتلاقي كل بيضحك والضحك معدي. وحضرتك كفنانه تعرفي مثلا الفيلم اللي لما نشوفه في السينما غير لما نشوفه ايه في التلفزيون واحنا قاعدين في البيت. يعني افلام طبعا عادل امام الزعيم كلها انا كنت بشوفها في دايما في السينما. الضحك بتاع الناس بيضحكك عادل. بالظبط. حتى مثلا محمد سعد او اي نجم يعني. أيوة. بتلاقي او حلمي طبعا. فالفرجه في ليه بقى في السينما بتبقى مختلفه عن البيت؟ لان حاجه اسمها الفاسيليشن افكت او التسهيل. انا لما بخش الاقي افيه ضحكوا عليه 10 بضحك انا بالعدوى، فالضحك معدي والفرح معدي والحزن كمان معدي. طب هل صحيح المقوله اللي بتقول اننا لو ضحكت دقيقتين اكني مشيت 20 دقيقه؟ اول حاجه دراسه علميه يعني. يعني الدراسه في دراسات عامل كتير على موضوع الضحك وفايدته على القلب واللي بيحسن المناعه وطبعا بيخلي الواحد كمان يبقى معنوياته مرتفعه وادائه في العمل افضل، والناس اللي بتضحك بتلاقيها عمرها كمان اطول كده يعني، كان المقوله الشهيره يعني. فالضحك له فوائد كثيره جدا وساعات بنستخدمه في العلاج، ساعات برضه كمان بنستخدمه في حاجه ثانيه. يعني احنا مش بنستخدمه طبعا في العيادات المصريه لانه لسه لم يطبق، لكن في الهند موجود يعني، اللي عايز يروح الهند يضحك هناك هيتبسط قوي يعني. ساعات الواحد لما يكون مضغوط قوي بيستخدم حاجه اسمها دفاع يعني ديفنس ميكانيزم اسمه الهيومر يعني. يعني بتلاقي كده يضحك مثلا في حته مش فاكرها في بتاع حضرتك بتعملي دور نسيت الجمله حاجه تقول قلبها ضحك يعني. فكل بيضحك وبتاع او مثلا افتاح المسرح جديد اتقال ضحك ناس كلها. فهو الاستخدام بتاع العام بالضغط شويه ممكن يستخدم هذا الاسلوب في الضحك يعني. او مثلا جاي متاخر مثلا معلش يا جماعه ويضحك يهزر معاهم يعني. فالضحك ممكن يحل مشاكل كتير. انا يا دكتور عندي حاجه بعملها من غير طبعا من قبل كلام حضرتك يعني، انا بعملها كده من نفسي يعني. لما اقوم الصبح وافتح التلفزيون ما بحبش بقى ولا اخبار ولا توك شو يكئبني ولا اروح جايبه فيلم بيضحك اقعد ادور. عايزه ابتسم يعني، مش ببتسم قوي لكن بحس ان انا معنوياتي ارتفعت شويه الصبح فبنزل مقبله على الحياه فعلا. يعني انا بحس ان الضحك ده دواء. بس ازاي نضحك واحنا متضايقين؟ يعني لو في عندنا مشكله. طبعا احنا دلوقتي نعرف الشعب المصري شويه بمر بضغوط حياتيه كتيره. أكيد. ومش مصر بس، المنطقه العربيه كلها ويمكن حتى في امريكا. يمكن انا كنت عايش هناك فتره شويه، حتى برضه عندهم الدنيا شويه بقى في ضغوط حياتيه يعني. ايوه.
فازاي الواحد يستمتع بالحياه في الضغوط الحياتيه مهم جدا ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها راس المال الاجتماعي بدل ما يكون راس مال في البنك يعني. راس المال الاجتماعي اللي هو الصحبه الحلوه اللمه الحلوه، ان انا يبقى عندي اصدقاء بيخافوا عليا، ان انا اكون فنانه محبوبه او طبيب محبوب، عندي متابعين كتير على طبعًا. الفيسبوك وناس بساعدهم. العطاء على فكره، كل ما الانسان خرج بره ذاته واتجه للعطاء زي مثلا العلاج المجاني بالنسبه للطبيب، او مثلا زي عندنا مارك زوكربيرج بيتبرع مش عارف كذا، بيل جيتس برع بكذا، برده محمد صلاح برع امبارح بمبلغ كبير، وطبعا تعازينا الاهالي وهشام طلعت برضه اتبرع تبرع. فالتبرع لما اسعد الاخرين انا بسعد. فالعطاء على فكره جزء من الحاجات اللي تخلي الواحد سعيد. الكمان التسامح. انا لما يكون عندي مشكله كبيره مع حد، لما انا اقول كلمتين وانسى خلاص بعد كده واسامح، بيبقى ده مناسب ليا قوي. الناس برضو المشي، الرياضه يعني، ممارسه الرياضه مع الضغوط اللي احنا فيها دي، عايزين نمشي ولو نص ساعه في اليوم، تاثيرها غير عادي، تخفيض كوليسترول، وبيطلع كمان ماده اسمها اندورفين. احنا ما بنتكلمش على الضحك، كمان بيطلع حاجه اسمها اندورفينز وانكافلينز، افيونات طبيعيه، كاني خدت افيون طبيعي. وبيحسن كمان السيروتونين، السيروتونين ده حاجه برضو بتاثر على الحاله المزاجيه. ايوه. فاذا لما اكون مضغوط عندنا الرياضه، وعندنا قلنا التسامح، وعندنا موضوع التبرعات او السعي في الخير، المسانده الاجتماعيه ولمه الاسره، وكمان عندنا حاجه مهمه قوي اللي هو اللي ربنا وصلها. طبعا لازم طبعا ان انا قلب ذكر ربنا القلوب يعني. فالواحد لما يكون متضايق شويه بيلجا دايما لربنا، واحنا شعب يعني لحد ما متدين بطبعه زي ما بيقول. فاذا احنا عندنا اللجوء لربنا ده جزء مهم قوي. حاجه ثانيه مهمه قوي اسمها المايندفولنس، ان انا بعيش هذه اللحظه بس. التفكير في الماضي دايما له ذكريات مؤلمه، فانا مش هفكر في الماضي، مش هقدر ارجعه، ممكن اتعلم منه لكن ما افكرش في الماضي. التفكير في المستقبل ممكن يقلق، طب ايه اللي هيحصل بعد 5 سنين؟ ايه اللي هيحصل الاسبوع الجاي؟ انا ما اعرفش. دي ناس كتير قوي يا فندم بتفكر خايفين من بكره. فلا، لازم نعود نفسنا ان احنا نفكر في النهارده، النهارده الثلاث 6 8 بس، ما نفكرش الا في هذه اللحظه واستمتع بهذه اللحظه بس يعني. اسيب مش معنى كده اتكل يعني، لا يبقى أيوه محضر أيوه نفسي طبعا. بس يبقى تفكيري في هذه اللحظه يعني. ده مهم جدا. يبقى قلنا الرياضه برده مهمه، والفضفضه مع الناس، وجود برده الهدف في الحياه. أيوه. يعني لازم يبقى عندي هدف. عارفه انت في ناس كتير ما عندهاش هدف في الحياه، فعندي هدف بحاول احققه، ده بيخليني سعيد رغم وجود الضغوط الحياتيه الموجوده اللي بنمر بيها يعني. طيب لو حد مضغوط لدرجه كبيره جدا، يعني مثلا عنده مسؤوليات كتير ومش عارف يدبر نفسه ومش عارف، يعني مثلا احنا نقول، يعني انا دايما هتكلم عن نفسي عشان ما حدش يقول انت بتتكلمي عني ليه، يعني انا متفائله بطبعي يعني، حتى لو الفترة دي مش حلوة قوي، لكن بقول اللي جاية أحسن، ودور على الإيجابيات وأشوفها، وأشوف البلد حصل فيها إيه، وأشوف التقدم حصل فيه إيه، وأشوف وأشوف المباني طلعت شكلها إيه. كل ده بيديني طاقة إيجابية فعلا إن أنا أقدر أكمل رغم الضغوط اللي عندي. يعني الناس دلوقتي مضغوطين بشكل وحاسين بمسؤولية فظيعة يا دكتور. برضو انا كنت هفتح حوار للسيد رئيس في المنتدى، كان بيقول لما تكون متضايق اشتغل. الشغل يا جماعه مهم جدا. طبعا طبعا الشغل بيضايق يعني، كمان بيحقق الذات، الشغل بيجيب فلوس. ايوه الشغل بيخليني ان انا اعمل حاجه مفيده وما يجيش افكار سلبيه. ايوه برضو مهم جدا على فكره، عمل دراسه على حكايه الغنى والفقر يعني. فلقوا ان الاغنياء قوي مش سعداء اكتر من الفقر يعني. الفقر والغني مش هو عمر الفلوس ما بتسعد يعني، ولكن طبعا الصحه مهمه جدا، طبعا مهم قوي زي ما قلنا، الترابط الاسري مهم، يكون وجود الحب في حياتي. كمان في المجتمع المصري احنا ليه اتغيرنا؟ لان ما عادش في ثقه ومحبه بين الناس، وكله بيخون التاني، وكله بيقول كلام وحش على التاني، وكله يقول لك انا نفسي. وحتى في التنافسيه، حتى في المجال الفني والاعلام. أيوة. وحضرتك طبعا في هذا المجال تلاقي ان كله بيخبط، مش عايز، طب ما انا ممكن انجح وغيري ينجح يعني، فليه يبقى التنافسيه بالشكل الحارب اللي قدامي يعني؟ لا، ما انا ممكن انجح وغيري ينجح. فاحنا عايزين يكون بين الناس الثقه المتبادله والاحترام والمحبه، نحب بعضنا ويبقى في العطاء يعني، ومحدش يستغل التاني برضه يعني. في ممكن يكون بعض التجار مثلا بيستغلوا موقف معين، يروح ضرب سعر في 3 وحاجات زي كده. أيوة. فده بيخلي عبء على المجتمع. يعني ملخص الكلام، احنا لما نكون متضايقين نشتغل اكتر، ننزل شغل، وفي ناس على فكره شباب ممتاز جدا بينزل شغل والتاني،
انا نفسي انا بشتغل ممكن 24 ساعه لو جالي يعني حد ما بقولش لا يعني. فاذا احنا الشغل دوت من الحاجات اللي بتخلي الانسان عنده صحه نفسيه جيده. ومنظمه الصحه العالميه كانت رافعه شعار ان لا يوجد صحه دون الصحه النفسيه. ده صحيح. وزي ما حضرتك قلت في اول كلامك انه الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى ده بيخلينا كمان نبقى ممكنين انه الشغل ده رزق، وده كسب قدي 20 مره ده رزقه كده. فلو احنا فعلا امنا بان ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقسم الارزاق زي ما بيقولوا بالبلدي كده، بالظبط هنرتاح. بالظبط. ومين عارف كمان ان هو الفلوس مش هي السعاده زي ما قلنا. أيوة. يعني الفلوس هي وسيله بس. أيوة. ما هياش ده. وده ابحاث اتعملت على كده يعني. لقوا ان الناس اللي عندهم فلوس كتير ما فرقوش كتير قوي على الفلوس القليله يعني. لان زي ما قلنا المهم ان يكون برضو انا عندي محبه الناس دي كنز جامد قوي. فانا فضل انا عندي مليارات بس ومحدش بيحبك من الناس. بالظبط. ما عنديش اسره، الاسره برضو مهمه، وجود الاسره طبعا مهمه، وجود هدف في الحياه، وجود ان انا عندي رساله بعملها سواء كانت رساله حتى لو انا ببيع فول وطعميه للناس، ما ده حلو برضو. حاجه جميله يعني. وممكن يكون دكتور كبير يعني. أيوة. على هذا القياس يعني. أيوة. فاذا لما يكون عندي رساله في الحياه ووجود هدف وان انا بعرف ان انا اعيش هذه اللحظه. وفي كمان عايزين نفرق ما بين حته السعاده غير اللذه غير الحب، ثلاث حاجات يعني. اللذه بتكون وقتيه، السعاده دي بتكون دائمه شويه. والحب ده بيكون يعني انا مثلا بحب حد معين يعني او بحب شغل معين. فاذا السعاده بتطلع زي قلنا هرمونات الاندورفينز والانكيفالينز والسيروتونين والدوبامين، بتطلع حاجات كتير قوي. دي بتفيد الجسم وبتخليه ينتج اكتر وبتخلي الحاله النفسيه للشخص مرتاحه جدا. وده الصحه النفسيه. كل ما كان الانسان كمان خرج عن ذاته وبقى معطاء للاخرين كل ما كان صحته النفسيه عاليه، وكل ما كان ركز على نفسه قوي. في ناس على فكره بيركزوا على نفسهم جدا جدا. أيوة. ويقول لك حته بتوجعني مش عارف ايه، هنخش في الاعراض الوسواس بقى الوسواس القهريه والسوماتيزيشن والحاجات دي، امراض كتير قوي قوي. فاذا احنا لازم نكون مهتمين ببعضنا، يبقى عندنا محبه للاخرين، نثق في بعضنا، ما نخونش بعض. نرجع الزمان دلوقتي مفيش في مين الابن اللي بيكلم مامته ويروح يزورها دلوقتي؟ كله دلوقتي على الواتساب والحاجات دي. فاذا عايزين نرجع تاني نزور بعضنا. أي. نرجع تاني. الضغوط الحياتيه ديت لازم نخليها بالترابط بتاعنا. طبعا ممارسه الرياضه ولمه السفره يا دكتور. بالظبط. بتاعت زمان يعني. كان في مواعيد عندنا في البيت مقدسه. ايام بوجي طمطم بقى والحاجات الحلوه دي. طبعا. والله يا دكتور الساعه 2 لازم نقعد كلنا نتغدى او بالزبط. نرجع من المدرسه. مش عارفه دلوقتي خلاص كل واحد بياخد طبق وبيخش اوضته يعني. ما بقاش في الترابط اللي حياتك بتقول عليه. طب سؤال معلش، هل في اكلات معينه مرتبطه بالسعاده؟ يعني في اكلات فيها اللي هو بتحسن شويه الميلاتونين، بيساعد في النوم شويه. في حاجات بتحط فيها سيروتونين زي مثلا الموز يعني. في حاجات معينه، بس هو الاكلات بصوره عامه يعني مش هتبقى يعني علاجيه. في برضو اكلات معينه عشان الوزن واكلات معينه عشان، لكن مفيش اكله للسعاده يعني. مفيش اكلات معينه بتخلي الواحد لكن سعيد. لكن لما مثلا في ساعات يقول لك ايه، لا البدنجان ده بيجيب كآبه يا جماعه، ما تاكلوش بدنجان كتير. وانا بموت في البدنجان. فباكله ما بحسش بكآبه خالص، بالعكس ببقى مبسوطه. لا هو في ناس بتبقى طبعا الاكل كمان الحلويات بالذات بيكون ممتع شويه، لان هو بيرفع الجلوكوز. حتى كوبايه القهوه الصبح دي بتخلي الواحد يركز كده فيها برضو. بتحسن، بتزود الكافيين في المخ يعني، وبتخلي الواحد يكون اكثر سعاده. فساعات الاكل نفسه بيكون ممتع يعني، ولكن اكله معينه تعمل سعاده دي مش علميه يعني، مش اللي انت بتحبها هتخليك سعيد. بالظبط. ومع الصحبه يعني. ممكن انا اكل احسن اكل في الدنيا او اعيش احسن لو لوحدك في الدنيا. لوحدي برضو. الجنه من غير الناس. زي برضو انا عايز اقول رساله للناس برضو اللي هم بيتكلموا على المصايف الغاليه قوي. تقول الاسم يعني، مثلا الساحل يعني. اليوم مش عارف رقم غريب يعني. فممكن الواحد يروح مكان تاني زي راس البر، بلطيم، ايام زمان قوي من 40 سنه. كنا بنروح الاماكن دي. ومرسى مطروح. ومرسى مطروح جميله جدا طبعا. واسعار رخيصه قوي. فاذا هي المتعه ونفس المتعه، البحر، رمل. السعاده بتبقى على فكره مش هتيجي، مش هتجيلك من الـ من, من, من كده يعني. صحيح. لا انت لازم تسعى لها يعني، ولازم تحاول انك انت تكون سعيد باقل امكانيات ممكنه. ايوه. بس اول حاجه مهمه الواحد تدريب بيعمله كل يوم ان يكتب اللي عنده ايه، يعني المميزات اللي عنده. يصحى من النوم كده يقعد ربع ساعة يكتب، أنا مثلا فنان أو دكتور، أنا شكلي الحمد لله، صحتي كويسة، عندي بيت، عندي تليفون، عندي عربية،
يكتب الحاجات اللي عنده. دي بتدي صوره ايجابيه جامده جدا يعني. دايما الواحد يركز على اللي عنده مش اللي ما عندوش. كتير قوي من الناس بيقولوا ايه تعساء، يقول لك اصل انا ما عنديش مش عارف فيلا في المكان الساحل الشمالي بالذات تحديدا يعني، او شاليه في مش عارف فين. طب انت ليه؟ ما هو عندك بيت، هو خلاص ما فرقتش يعني، والعربيه نوعها كذا يعني الماني او حاجه. أيوه. لا، ما العربيه اللي هي برضه الكوري ما بتوديك برضه وتوصلك وتجيبك عادي يعني. جميله جدا يعني. فاذا مش لازم يكون الطلب ان احنا نركز على الحاجه اللي مش عندنا. ده بيسبب التعاسه. لا، ركز على اللي عندي انا واحمد ربنا على اللي عندك. واحاول اطوره واشتغل زي ما قلنا، نشتغل اكتر. وكل ما واحد شغل نفسه كل ما الافكار السلبيه تيجي اكتر، وقت بيجي فيه افكار سلبيه اللي هي بتؤدي الى التعاسه، ان الواحد يقعد لوحده بالليل كده مش هخلص. لا، انا ممكن اكتب، ممكن اتفرج على التلفزيون، ممكن اصلي، ممكن اقول العب رياضه، ممكن اكلم اي حد، ممكن انزل اتمشى. ساعات برضو الشوبينج بيحسن بس هو مكلف. انا شخصيا من الناس دي. انا برضو ساعات لما اكون زهقان شويه، انا لسه كنت جاي دلوقتي من المول اللي قدامنا ده. مش هقول المول اللي قدامنا. برتاح يا دكتور بشكل جيد، بس حاجته غاليه جدا. بس لا، انت عارف ايه؟ لو معايا فلوس ممكن انزل اشتري بقى هدوم، شنطه. ما معيش فلوس شويه كده انزل سوبر ماركت. برجع في منتهى السعاده. ما هي دي فعلا. انا كنت جداً. ساعات لما كنت في البحرين لوحدي يعني، ما كانش عندي حد يعني وقتها، فكنت انزل ساعات بقيس بقى حاجات وبتاع. فالشوبينج في حد بيبقى ممتع، بس هو مشكله بيكلف كتير. فممكن يكون ممتع للزوجات بس بيجيب اكتئاب للازواج. ده اكيد. تدفع بقى طبعا. طب الفرجه على الافلام القديمه الابيض واسود، هل دي فعلا بتعمل لنا نوع من السعاده؟ يعني انا بتبسط جدا لما بتفرج عليها. هي بتحمل ذكريات معينه يعني. في حاجه اسمها الارتباط الشرطي يعني. حضرتك طبعا ليك افلام طبعا عظيمه جدا زمان وادوار حلوه جدا، بس انا كان عجبني اللي هو شرف فتحي. قوي قوي. لا، وحبشه برضه كان دور معلم نمبر 1 يعني. الحمد لله. فالقصد فالواحد طبعا بيفتكر الحاجات بتاعت زمان دي، بتحمل معاه ذكريات. هو الذكرى هي اللي بتبقى مع الحدث اللي بنعمله. ايوه. فكل ما كان الذكرى مرتبط، الحدث اللي عملته مرتبط بذكرى حلوه، بيخلي في ارتباط شرطي ما بين الرجوع للماضي والسعاده. كمان احنا برضو عندنا مشكله في مصر شويه. المصريين دايما فاكرين ان ايام زمان احلى من دلوقتي. دايما نرجع لفتره الخمسينات والستينات، وطبعا سيد ام كلثوم والفنان راحل عبد الحليم حافظ وكده، واحنا عندنا الهضبه موجود وعندنا ناس زي الفل يعني. لكن احنا بنرجع دايما للي فات. عندنا ليه بقى اسمها يا دكتور؟ احنا في ناس بتحب تعيش، هي مسحه حزن كده يعني. ما اعرفش في العشر سنين الاخيره دي مع الضغوط المتكرره يعني، كان في شيء من الحزن العام يعني. العقل الجمعي للمصريين يميل شويه للحزن ويميل شويه للتشاؤم. طب احنا بعد اذنك معانا تليفون. طيب. محمد من القاهره. الو الو يا محمد. الو يا محمد. الو. ايوه. طبعا موضوع الحلقه جميل جدا على فكره. وال شكرا. الو سامعاك يا محمد. الو. ايوه يا محمد، سامعينك. موضوع الحلقه جميل جدا، وطبعا انا سامع الحلقه من اولها، وطبعا الضحك بيدينا طاقه ايجابيه. صحيح. يعني انت بتضحك كم مره في اليوم يا محمد؟ ليه يا محمد كده؟ قطعت عليه. معلش، بس هو برضه بيتكلم عن هو الإيجابية. وده شاب يعني. جميل. وده شيء جميل ان شاب يقول لك الضحك ده جميل. انا بفكر اعمل حاجه ممكن اعمل يوم في الاسبوع في الشهر كده نعمل عاده الضحك. يلا يا دكتور. بجد. يلا بينا. إيه طبعا نعمل مبادره هي في البرنامج جدا. برنامج هاله مصريه طبعا، الفنانه الكبيره هاله. يا فندم. لا العفو. نعمل حاجه زي كده، مبادره نعمل يوم الضحك. انا هجيب لكم الفيديوهات بالظبط، مش انا يعني، فيديوهات ضحك السيري يعني. انا اصلا شفتها ضحكت، لان لما بتلاقي حضرتك تخيل مثلا دخلنا الاستوديو كله بيضحك، حتى المخرج بس المخرج ما يضحكش، المخرج يركز معانا يعني. فالمخرج من تحيه المخرج يعني. بس هي الفكره في كده، الضحك فعلا جميل ومعدي، وبرده ممكن القلق برده معدي والاكتئاب معدي. مثلا اقول لك ايه، خلي بالك مش عارف ايه ده كذا، طب الهواء قرب مش عارف. الناس المروشه دي. الناس المروشه. في ناس مروشه كده قوي، مع ان الدنيا بسيطه يا جماعه. وفي ناس فيري كول داخل على الهواء قبله بدقيقه، جاي متاخر ما لقاش الطريق كان زحمه طبعا، انت عارف الطريق الدائري عامل ازاي فيوم الخميس بالذات يعني. النهارده الحمد لله يعني. فبتلاقيه ان هو داخل كول وهادي. هي دي برده سمات شخصيه. بالظبط. سمات شخصيه بتاعتنا لما تميل اكتر للتفاؤل، ده مهم جدا. مش للتشاؤم زي ما قلت لك. احنا دلوقتي بقينا نميل للحزن والتشاؤم، وفي ناس كتير جدا على فكره ما اعرفش ليه ما عندهاش امل في بكره. يعني انا مش عايز اتكلم، بس في فعلا انجازات والدنيا ماشيه طبعاً في الطريق جداً الصح. طبعا جدا جدا. صحيح يعني في بعض الصعوبات شويه،
ولكن وماله ما احنا في حاله حرب دكتور يعني. لكن بالظبط بالظبط. لكن احنا حتى تقارير البنك المركزي البنك الدولي وتقارير اللي هي بتقول لك احنا رقم 2 في المعدل الدنيا ماشيه كويس يعني مثبتة. بالرغم المأساة اللي حصلت اول امبارح للاسف من عزل الناس واخبار حياتك، لكن تبرعات الناس يعني انا اللي فرحني انه طفله تبرعت مش عارفه ب 5000 جنيه واحده تانية تبرعت ب 1000 جنيه ده شعور جميل جدا، غير طبعا رجال الاعمال اللي تبرعوا بملايين طبعا واحنا بنشكرهم جدا جدا جدا. ده التكاتف العجيب ده يبقى موجود في مصر، ان احنا نبقى ايد واحده بالظبط، زي ما السيد الرئيس بيقول احنا كلنا نشتغل عشان مصر بالزبط. مش لاشخاص معينه بالظبط، سواء اتفقنا او اختلفنا، ولكن احنا عايزين مصر تبقى كويسه. أيوه. وهو كان بيتكلم احنا كلنا نشتغل مع بعض، واللي شايف حاجه يقولها. أيوه. يعني الحرب على الارهاب طويله. أيوه. وصعبه. أيوه. صعبه حتى على الولايات المتحده اقوى جيش في العالم يعني طبعا. هم نفسهم مش عارفين يحلوها يعني. أيوه. فاذا احنا لازم نتكاتف مع بعض. أيوه. لازم برضو يبقى عندنا دور الفن ودور القوى الناعمه مهم جدا في نشر اللي هو الوعي ومحاربه التطرف يعني، عشان طبعا مرة الموضوع شويه بس هو لا لا ما هو ده داخل برضو دور القوى في السعاده وداخل في دور القوى الناعمه. المصريين طبعا ليهم دور مهم جدا، والفنانين ولاعيبي الكره المشهورين زي محمد صلاح طبعا، ان هم يصدروا هذه وفي البرنامج ده الدعوه ان احنا يا جماعه لازم ان احنا نبقى ايد واحده، لازم ان احنا لما يحصل مشكله عندنا نتكاتف بلاش يعني الحزن اللي هو في تشاؤم ويقول لك مفيش فايده ومش عارف ايه وكل الدول. لا بالعكس، اصل احنا عندنا صراع دلوقتي ما بين الارهاب وما بين المصريين، فاحنا لازم نتغلب على ده. نتغلب على ايه؟ بايه؟ بان احنا نبقى كلنا ايد واحده. والارهاب في كل حته، ما هو باريس طبعا باريس اتبهدلت وبرلين المانيا اتبهدلت وبتاع، ما كانش الشعب بيهاجم الحكومه وقتها ولا في فرنسا ولا في المانيا. في مصر دايما تلاقي ما فيش ثقه، في ازمه ثقه، فاحنا عايزين نرجع الثقه دي تاني ونرجع الضحكه اللي بتسمى الشعب المصري. نفسي يا جماعه بعد الحلقه دي اشوف الناس بره بتضحك، نفسي وانا خارج على المدينه بره اللي هو والله هيضحك بعد الكلام الجميل. كل مره وانا خارج اقول لهم انتوا لازم تفتشوني، يقول لا ده حتى عمر دي بتفتش، فقلت له خلاص فتش فتش فتش. لا دكتور انا بجد متشرفه بحضرتك ومتشكره جدا، وزي على وعدك ان انت تتوالى معانا في ان شاء الله. لا حلقات علشان طبعا نخلي المصريين يضحكوا يعني، واحنا معروفين بالضحك، ونعمل مبادره الضحك دي اول مبادره، وهنعمل حاجات ثانيه كتير بقى ده ان شاء الله. ان شاء الله يبقى في مبادرات كتير، وهيبقى في برضو جزء علاج مجاني لبعض الحالات اللي حضرتك تحوليها ليا. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين قوي يعني. ربنا يخليك، انا شرفت جدا بيك، وربنا يسعدك كمان وكمان. ربنا يخليك، اتمنى السعاده لكل المشاهدين. ربنا يخليك. ودلوقتي بعد ما حسينا بطاقة الأمل والتفاؤل دي، فاصل وهنرجع على حاجة كده. العلم أول خطوة في تقدم أي دولة، كل الدول المتقدمة حاليا كلمة السر فيها هو العلم، ولازم دايما نتابع تجارب الدول المتقدمة ونحاول نتعلم منهم ونستفيد من خبراتهم ونعلي من شأن مستوى التعليم في مصر. من زمان ولحد دلوقتي طلبة بيجوا من كل دول العالم عشان يدرسوا في مصر لأنها رائدة في التعليم، وعندنا أساتذة مستواهم عالي جداً. معايا دلوقتي نموذج مصري بيسعى وبيجتهد عشان يساعد الطلاب المصريين في تحقيق أهدافهم ورفع مستواهم سواء جوه مصر أو بره مصر، وهي المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة والوكيل الحصري لجامعة موسكو الحكومية في الشرق الأوسط، والوكيل للعديد من الجامعات الحكومية الروسية، والكيان القانوني الأقوى في مصر، والمنظم الوحيد على برنامج التحضيري للدراسة في روسيا واللي بتشرف عليه الجامعات الحكومية الروسية. وعشان نعرف أكتر عن نشاطهم ومساهمتهم بيشرفني دكتور وليد إبراهيم، عضو مجلس إدارة المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة، والطالب محمد حسن الحاصل على أفضل بحث طبي في روسيا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. فكرت ازاي في انشاء المؤسسه دي يا دكتور؟
والله يا فندم احنا في المجال التعليمي بقالنا اكتر من 14 سنه سواء المجال التعليمي المهني او الاكاديمي، وكان لنا عده تعاونات مع جامعات مصريه وجامعات اجنبيه. أي. لغايه ما وقع الاختيار على مجموعه من الجامعات الحكوميه الروسيه، واكتشفنا مجموعه من المميزات تقدر تفيد الطلاب المصريين بشكل كبير جدا. من ضمنهم جوده التعليم طبعا في روسيا، التكنولوجيا الحديثه في المعامل، حتى المعيشه على الطراز الاوروبي، وكمان الاسعار هناك بتناسب الطالب المصري. أيه. عشان كده فكرنا ان احنا نتعاون مع الجامعات دي ونبدا ان احنا نفيد بلدنا ونفيد الطلاب المصريين بتوعنا ان هم يستفيدوا بالعلم ده ويقدروا يفيدوا بيه بلدهم. يعني يجي لك الطالب بعد ما بيحصل على ثانويه عامه، تمام، مجموع معين ولا اي مجموع بتاعه؟ هو الفكره مش هتكون في المجموع. انا النهارده عايز اقدم للطالب فرصه افضل. أيوة. تمام. الطالب ده بيكون طموح، بيكون عايز يكون دكتور، عايز يدرس يكون مهندس مثلا. بالظبط. آه. تمام. فبتواجهه مجموعه من المشاكل اللي هم ما بيلاقيش فرصه كبيره في اماكن معينه. انا المجموع بالنسبه لفكره المجموع. آه. تمام. فبيبدا اللي هو احنا نعرض عليه ان قدامه فرصه افضل. أيوة. ان هو يدرس في جامعه حكوميه معترف بيها على مستوى العالم، معترف بيها في مصر. تمام. طبعا مستوى دراسه هيكون قوي. أيوة. تمام. فهو لازم يضاهيه عشان يطلع دكتور شاطر، يطلع مهندس شاطر، يطلع طيار شاطر زي محمد. طبعا. انت يا محمد بقى لما فكرت تسافر روسيا وتقدمت للمؤسسه، كنت نفسك تدخل طب بس مجموعك ما؟ والله طبعا حصل معايا دروب الثانويه العامه في 2017. كالعاده يعني، كالعاده دايما مشاكل دايما بنواجهها، والحمد لله بفضل الله قدرت اتواصل مع المؤسسه الدوليه وساعدوني ان انا اسافر. و طب ايه الدروب اللي حصل لك في الثانويه العامه؟ كانت مشاكل التصحيح والحاجات دي، ورقه الاجابه وتعمل اعاده تصحيح وكده، يعني ما جبتش المجموع اللي دخلك. كنت جبت ساعتها 89.5. طب 89 ده زي الفل. بس الحمد لله. بس وانا صراحه كنت حابب اكمل يعني احقق حلمي في ان انا ادرس طب الاسنان. فتوجهت للمؤسسه الدوليه لان هي ما شاء الله يعني كانت اشهر يعني اكثر مؤسسه رائده في المجال ده خلال الفتره اللي فاتت ودلوقتي، والحمد لله دلوقتي انا بدرس طب الاسنان في جامعه بيتاغوريسك الطبيه. طبعا اتعلمت روسي. الحمد لله بتكلم روسي. اتعلمت روسي في قد ايه يا محمد؟ والله خلال السنتين بحاول يعني، ولا زلت ان انا بتعلم لان انا دراستي اساسا بالانجلش. ما هو الطب انجليزي. بس انت بتعافر بقى في. طبعا بحاول. طب قول لنا كده كم كلمه روسي كده يعني، مثلا شكرا. أيوة. سبيسيبا. ايوه. مثلا مفيش حاجه فيها خشخشي. مثلا خرشو. طب دكتور عايز اسال حضرتك حاجه، هل لما طالب مثلا، طبعا انتوا بقى عندكم كام طالب دلوقتي لحد دلوقتي؟ والله احنا يتعدى عدد الطلاب اللي بيسافروا سنويا ال 500 طالب. تمام. 500 طالب. 500 طالب سنويا يتعدى العدد، يعني احنا بنتكلم في المتوسط. تمام. مختلف التخصصات بقى. ايوه. طيب هل لما بيروحوا هناك وينهوا دراستهم الجامعيه بيجوا هنا الشهادات دي معتمده تماما؟ طبعا يا فندم، هي الجامعات اللي بيروحوا عليها جامعات حكوميه ليها تصنيف على مستوى العالم. أيوة. معترف بها مصر، اتحاد اوروبي، امريكا، كندا، المجلس الاعلى للجامعات بيعترف بالجامعات دي. تمام. الكريديت اورز اللي هم بياخدوها، عدد الساعات الدراسيه. أيوة. اعلى بكتير حتى من الاعداد بتاعه المعادله، فالطالب بيبقى كواليفايد اللي هو يعادل. أيوة. في مصر. تمام. اصل انا بصراحه يعني معلش ما تزعلش مني، سمعنا كتير عن. طبيعي يا فندم حضرتك تسمعي، يعني اي مجال هتسمعي فيه كويس وفيه الوحش، الفكره بقى في الدليل. تمام. الجامعات الحكوميه الروسيه بتعادل من قبل سنه 56 حتى. طب انا ايه اللي يخليني اثق في مؤسسه حضرتك مع احترامي الكامل؟ طبعا يعني انا بتكلم نيابه عن الجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي. طبعا يا فندم. اثق فيك واجيب ابني او بنتي او حاجه عشان يسافر؟ هقول لحضرتك دي اول حاجه احنا فكرنا فيها. انا النهارده علشان اتعاون مع جامعه حكوميه روسيه مش هينفع ان انا اتعاون معاها بصفتي وسيط، لا انا بتعاون معاها بصفتي وكيل للجامعه بعقود رسميه متوثقه في السفارتين المصريه والروسيه. علشان طبعا يبقى الموضوع بشكل رسمي. أيوة. تمام. ليا برضو بعض المكاتب التمثيليه في معظم الجامعات. أيوة. تمام. يعني مكتبي بيبقى جوه الجامعه نفسها عشان يعني وكيل للجامعه اللي في روسيا. طبعًا دي فندم. طبعا وكيل لاكثر من جامعه طبعا. وعلى راسهم طبعا جامعه موسكو الحكوميه. جامعه موسكو الحكوميه اكبر جامعه في روسيا، مصنفه على مستوى العالم طبعا، معروفه يعني من اقدم الجامعات. في نفس الوقت انا الوكيل الحصري ليها على الشرق الاوسط. تمام. طب وحضرتك قبل بقى اما بتبقى وكيل للجامعه دي بتتاكد ازاي ان دي جامعه؟ والله يا فندم احنا كل الجامعات اللي تعاملنا معاها مسافر ليها مجلس الاداره وراح وتاكد بنفسه من السفارات والجهات الرسميه اللي موجوده في روسيا قبل ما نعمل التعاقدات معاها.
طب وزاره التربيه التعليم العالي سوري تمام ليها اشراف على المؤسسات؟ بصي الطالب اللي بيسافر بيكون تحت اشراف هيئه البعثات تمام ودي طبعا اللي بتؤكد ان الطالب ماشي في خطواته السليمه. اه طب محمد انت اول ما قدمت ورحت وكده قابلتك صعاب؟ والله هو طبعا اكيد كل واحد في الغربه بيقابله صعاب وكده بس صراحه الموضوع كان ابسط شويه بسبب بيبقى فيه فترة كده المؤسسة بتحضرنا فيها بتدينا أساسيات اللغة بحيث إن إحنا نقدر نتكلم في المطار هنا في مصر بتحضركم آه قبل ما في مصر يعني قبل ما نسافر ده شيء جميل بتدينا يعني البيزكس بتاعت اللغة أي. هناك الحاجات اللي تقدر تفيدني هناك بتدينا طبيعة الشعب نفسه عامل إزاي بمناسبة الشعب الروسي شعب يعني طبيعته شرقية قريبة إلى حد ما مننا مش اللي هو الانفتاح الفظيع بتاع أوروبا ليهم يعني اخلاقياتهم الى حد ما دولة روسيا صديقه لدولة مصر طبعاً. يعني فاحنا حاسين ان احنا لو رحت انت هناك طب هم بيحبوا المصريين جدا لاهلك بقى ما قالكش هتسافر وهتسيبنا وطبعا اكيد الموضوع بقى صعب شويه طبعا طب قول يا محمد لما رحت هناك معلش يا دكتور وليد انا عايز اسال محمد لان كتير اكيد من المشاهدين دلوقتي عايزين يجوا لحضرتك في المؤسسه طبعا. علشان خصوصا وخصوصا الامهات والابهات عايزين يطمنوا على اولادهم لما رحت هناك يا محمد لقيت ايه بقى المتوفر كسكن مثلا طبعا بيبقى الجامعات الحكوميه هناك بتوفر السكن يا اما بيبقى تبع الجامعه نفسها وهم بيوفروا للطالب سكن بالنسبه للاكل بقى بالنسبه للاكل هناك هناك والله بطاطس كتير هناك في بطاطس كتير فعلا هم مشهورين جدا بالبطاطس الكرتوفل والكرتوشكا الايه يا فندم كرتوفل وكرتوشكا كرتوفل وكرتوشكا ده وانت هتقضيها كرتوشكا على طول لا 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 في هناك عادي المطاعم العالميه اللي معروفه وفي طبعا اكيد وفي الاكل بس لا انا بسال على اقامتكم هناك وعندكم يوم اجازه طبعا بتطلعوا اكيد طبعا بيبقى يوم الاحد طلعت في الصحوة هناك وكده طبعا المناطق هناك ما شاء الله يعني كويسه جدا طيب دكتور وليد حضرتك بتروح تباشر بقى طلابك طبعا لان دول اولادك يعني طبعاً. ولو ان انت طبعاً. سنك يعني مش كبير بس بيعتبروا اولادك طبعا بس اقول لحضرتك احنا طبعا علشان الجزئيه بتاعت ولي الامر بالذات ده ولي امر قاعد في مصر وابنه في روسيا فيطمن ازاي على ابنه تمام انا عامل فريق كامل اسمه فريق المتابعه الخارجيه ده جزء مصريين وجزء روس تمام دول متواصلين دايركت مع السكن الجامعي ومع الجامعه ومع ولي الامر تمام ولي الامر يقدر في اي وقت لو عايز يطمن على ابنه يبدا اللي هو يتواصل مع الفريق دوت بيقول لهم والله انا عايز ريبورت عن ابني من ناحيه الاتيتيود او البيهافير بتاعه في السكن طب عايز ريبورت عن ابني في الناحيه الدراسيه بيحضر ولا لا امتحاناته واخبارها ايه الكلام ده كله طبعا الفريق ده انا بشرف عليه بنفسي تمام؟ وممكن اولياء الامور يروحوا يزوروا اولادهم هناك يعني والله لو عايز يروح يزور ابنه لو طبعاً. عايز يروح بيطلع زياره طب في بنات في كتير بنات كتير جدا انا عايز اقول لحضرتك ان البنات كمان بتاخد تصنيفات على الجامعات اسرع من الاولاد يعني البنات الواحد بيبقى مصدوم بنته هتسافر وتسيب اهلها وتروح ما شاء الله بتبقى في بعض الاحيان اشطر من الاولاد نفسهم ودي حاجه بتفرحنا جدا يعني بس محمد انت تفوقت على البنات وعلى الحمد لله الشباب وانت اخدت دي ازاي يا محمد يعني عملت ايه يعني او اشرح لنا عشان احنا بندي امل لكل الشباب اللي في سنك انهم هيتعبوا دلوقتي شويه بس فيما بعد هيلاقوا نتيجه تعبهم ده. والله انا اقول لحضرتك الموضوع بدا اساسا في سنه اولى ان انا كنت لسه جديد بقى في الجامعه وكده فكنت بدات اسمع على موضوع الكونفرنسز ان انا احضر مؤتمرات تبع الجامعه. كان معانا طالب كان دفعه اكبر مننا ما شاء الله دخل الكونفرنس وخد حصل على المركز الاول ده بيبقى يعني بيبقى ذا انترناشونال كونفرنس فور ذا ستودنتس اند يانج ريسيرشرز. ده بيبقى على مستوى الجامعات طلبه ده بيبقى على مستوى الجامعات في روسيا بيتعمل في جامعه ستافربول وانت خدت البحث بتاعك انا البحث بتاعي خدته السنه اللي بعدها اللي هو في سنه ثانيه غيرت منه يا محمد طبعا لا مش فكره تغيير يعني فكره أنا ان انا ببقى غيره انها تخليك عايز تشجعه بالظبط 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 ف يعني الموضوع حمسني جدا وبدات اقدم نفسي للدكاتره واحاول ابين نفسي للدكاتره البحث بتاعي كان تحت اشراف دكتوره لودميلا بيلاكوفا البحث بتاعي كان عن the morphological changes of parathyroid glands during the endogenous intoxication the chronic endogenous intoxication ده بيبقى حضرتك التغيرات اللي بتحصل في الغده البارادرقيه
نتيجة مشاكل بتحصل في الكبد، سواء لالتهاب الكبد أو تليف الكبد. ده بحث صعب. ده هو مش فكرة صعبة، فكرة إن هو الموضوع بالنسبة لي كان أصعب لأن هو بعيد عن مجالي. غير تخصصك كمان. إن أنا أسنان. طيب. لكن إحنا في سنة أولى وتانية بيبقى الموضوع جنرال خالص، بناخد نفس اللي بياخده طب الجنرال ميديسن. وتفوقت بقى على كم طالب كانوا معاك في الحمد لله. لا ده كان في ناس من جامعة موسكو الأولى، وكان في روس وهنود، وكان جنسيات كتيرة يعني. كان في ناس من جامعة موسكو الأولى، وناس من جامعة فولجوغراد، وناس من جامعة ستافربول نفسها. والحمد لله بفضل الله اخذت الدبلومه من المركز التاني، بالمركز الثاني. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الحمد لله بفضل. دكتور وليد، حضرتك طبعا اكيد بتبقى فرحان جدا لما الطلبه بتوعك بيجتهدوا وبيرفعوا راس مصر. اكيد طبعا. يعني طيب، هل في شروط معينه لدخول الطلبه المؤسسه دي عشان يروحوا الجامعه؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا اول حاجه بنفكر فيها ان الطالب ده يكون فعلا عايز يتعلم، يكون فعلا ده حلمه. تمام. وانا عشان اتاكد من حاجه زي دي، انا اول ما الطالب بيبدا يجينا المؤسسه بيقعد مع حاجه اسمها المستشار التعليمي. المستشار التعليمي ده بيقعد معاه بيشوف الطالب ده عايز يطلع ايه، بيحلم بحلم ده بقاله كام سنه، طب هو بيفكر فعلا في التخصص ده ولا مثلا لا اهله عايزين يخش تخصص ده وعايز تخصص تاني. تمام. بيبدا يشوف ايه الجامعه اللي هتناسبه، ايه المدينه اللي المفروض اللي هو يعيش فيها. طبعا الكلام ده كله تحليل. طبعا الكلام ده تحليل للطالب من كل النواحي عشان اقدر اديله الجامعه اللي هتناسبه، اقدر اديله التخصص اللي هيناسبه عشان الطالب ده يطلع يتفوق هناك. ما هو زي كنا بنتكلم في حلقه قبل كده يا دكتور، ان احنا بنقول مثلا الاهالي لقوا ابنه او بنته جابوا مجموع كبير قوي، يقول لك بقى طب او هندسه، هو مثلا عايز يدخل كليه فنون جميله مثلا. طبعا. فاحنا مع رغبه الطالب. اكيد. يعني انت اكيد يا محمد الاهل في البيت ما ضغطوش عليك عشان تدرس طب، انت اللي كنت غاوي ده. انا كنت حابب ان انا اخش طب اسنان. في حد في العيله دكتور؟ أنا الحمد لله عندي عمي الدكتور مؤمن، ليه الابحاث بتاعته معروف في دبي، وعمي الثاني الدكتور حاتم مدير معهد الاورام في سوهاج وقنا. ما شاء الله. والحمد لله بفضل الله. والدي يعني حتى على الرغم ان والدي بروجرامر، بس يعني هو اصر ان انا اشوف انا حابب ايه واكمل فيه. طيب اي ام بتبقى يعني، يمكن الاب بيبقى اقوى شويه، انك هتسيبه تسافر تدرس وبتاع بيبقى قوي يعني، او بيقوي صحيح ابنه كراجل يعني. ماما بقى كان موقفها ايه؟ والله الموضوع في الاول كان يعني رفض تام، رفض تام نهائيا، الموضوع ما فيهوش نقاش. بس الحمد لله يعني، علشان يعني هو دايما بيبقى فيه تنازلات علشان حاجه افضل يعني. بس بسم الله ما شاء الله، يعني انا يعني لو عندي ابن زيك مش هخاف عليه. ربنا يبارك فيك. لا بجد والله، لانه محمد يعني ما شاء الله عليه. الله اكبر. احنا عينينا بتبقى على الطالب من وهو في البرنامج التحضيري. بس حضرتك قلت حاجه مهمه، ان بيتحضروه الاول يعني. طيب. بيقعد مع مختصين طبعا عشان يشوفوا ميوله ايه ويشوفوا افكاره طبعًا. ايه ويشوفوا ده عاوز يسافر ليه. ما هو ممكن طلبه تسافر اهو عايز يسافر وخلاص. بالظبط. مش عايز يسافر يتعلم. وبعدين اكيد بيلاقوا صعوبه جدا في التعليم وفي المعامله. ده هيرجع يعني، طالب رايح مش عشان يدرس هيرجع. مش هينفع. مش هينفع. وانتوا بتكتشفوا ده هنا في مصر طبعا. طبعا طبعا. مش كده؟ عشان كده زي ما بقول لحضرتك، انا بيقعد معايا المستشار التعليمي بتاعه بيبدا يحلله من كل الجهات. ويحلل النيدز بتاعته، وهو بيفكر في ايه الحلم يعني. بتاعه بعد كده بيبدا يخش على حاجه اسمها البرنامج التحضيري. تمام. البرنامج التحضيري ده بقى بيبقى تحت اشراف الروس نفسهم، ده دكاتره روس من الجامعات الروسيه. تمام. بيبداوا ان هم يتكلموا مع الطالب، يدوا له بقى اللغه، يتكلموا معاه في العادات، في التقاليد، في الاكل، في الشرب، في اللبس. تمام. يشوفوا الطالب ده فعلا ده طالب يستاهل يبقى متفوق ولا لا. انا مش عايز الطلاب المصريين يروحوا هناك يبقوا صوره وحشه، انا عايزهم يبقوا صوره او يبقوا عاديين. بالظبط بالظبط. طب احنا معانا تقرير بعد اذنك هنشوفه بلاي. مع بعض. المؤتمر الدولي في الجامعات الحكوميه الروسيه تنظمه المؤسسه الدوليه للعلوم والاداره باعتبارها الوكيل الحصري لجامعة موسكو الحكومية في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الروسية راكوس، بمشاركة ممثلي الجامعات الروسية والملحق الثقافي الروسي وأعضاء القنصلية ومستشار وزير التربية والتعليم للتوعية بأهمية التعليم بالخارج. الاتصال المباشر بيحقق نتائج مهمة جدا في إيجاد الحلول. استراتيجية التليفونات حتى
بقت استراتيجية قومية ان الرؤساء بيتبادلوا التليفونات. الاتصال انت ما تعرفيش مين من الاخوة الموجودين هيكون بيقود المسيرة في قادم الايام لما بيبقى ليه علاقات، واحنا جربناها على المستوى الشخصي. احنا بنرعى الطالب رعاية كاملة من اول ما بيسجل معانا لحد ما خلص له كل اجراءاته مع الجامعه، بنديله برنامج التحضيري. البرنامج التحضيري هو عباره عن برنامج تاهيلي للطالب قبل ما يسافر من مصر، برعايه الدكتور داريا الدملا من جامعه موسكو. بتبقى محاضره معاه، بتديله البراكتس اللغوي، الحاجات اللغويه الخاصه بيه، التأهيل النفسي للتعامل في الجو الروسي والتعامل مع الشعب الروسي، العادات، القوانين، ازاي يحترمها، ازاي يتعامل مع الروس بشكل عام. فكل الكلام ده بنديله الطالب قبل ما بيسافر، وبعد ما بيسافر بنكون في استقباله في المطار، بنوصله السكن الجامعي، بنهيله كافة إجراءاته الإدارية الخاصة بالجامعة، وبنكون متابعين معاه لو حصلت لا قدر الله أي مشكلة أو أي استفسار هو محتاجه، بنكون متواجدين، بنكون متواجدين مع أولياء الأمور لو حبوا يستفسروا عن معدلات أولادهم ودرجاتهم العلمية. كل الكلام ده احنا بنقدر نوفره ككيان تعليمي. ايه المميزات اللي بيكتسبها الطالب المصري من المنحه الروسيه؟ Okay, we want to know the benefits for the students that he take from the studying in Russian uni. Okay. So we offer only biggest universities in Russia, which has the biggest centuries experience in training international students. And the laboratories and medical centers in Russia, they are very well and highly equipped. So, and also education in Russia is subsidized by Russian government, making it affordable for students. You help the students to work in medical? No, Russian government subsidizes the fees for students, making it affordable comparing to other countries. So education is very high quality, but it's, the fees are affordable, so it's not expensive. هو المميزات اللي بالنسبة للمقارنة بين الجامعات، الجامعات دي ما تعتبرش غالية، في نفس الوقت هي جامعات عالمية، واللي بيدرسوه نفسه المحتوى اللي بيدرسوه بيدرسوه بشكل جيد جدا، وبيكون بيسريهم بمعلومات قوية جدا أيا كان المجال اللي هو بيدرسه. فده بيأهلهم إنه كمان بيدلهم بيسمحوا لهم إن هم دي مميزات، ان هو مش شرط يدرس، ممكن يدرس اكتر، يعني ممكن يحول من مجال لاخر، يعني مش شرط نفس الحاجه الكليه اللي بيدرسها، ممكن يحول منها، او ممكن يساعدوه كمان ان هو يدرس من جامعه وجامعه، هو ده الاختيار بيرجع ليه. طبعا احنا كمركز ثقافي الروسي من اولوياتنا هو تطوير هذه التعاون، واحنا نشاطنا كتير قوي، وبينها النشاط التعليميه طبعا. وكل سنة روسيا بتقدم عن طريق المركز الثقافي الروسي منح دراسية للمصريين الذين عايزين يلتحقوا للجامعات الروسية. البحث اللي حضرتك خدت فيه المركز الثاني، هل في دكاترة في الجامعة الروسية سندوك فيها أو ساعدوك فيها؟ طبعا البحث كان تحت إشراف البروفيسور لودميلا بلاكوفا. ده كان بحث عن المورفولوجيكال تشينجز اوف باراثيرويد جلاندز ديورينج انجينس انتكسيكيشن. كان في مؤتمر دولي لجامعه ستافربول. ساهمت المؤسسه الدوليه للعلوم والاداره وهي الوكيل الحصري لجامعه موسكو الحكوميه الروسيه بنشر التجربه الروسيه في التعليم والاستثمار العلمي والتبادل الثقافي بين مصر وروسيا، وذلك لتطوير البحث العلمي للطالب المصري في اغلب المجالات، لإخراج كوادر شبابية ذو خبرة متقدمة في كافة المجالات لتلبية احتياجات سوق العمل. جينا البطريق، هالة مصرية، قناة المحور. كنت في الفاصل بسأل محمد إيه بقى أنواع الكاتشاكوكش، البطاطس دي والتانية الكباتوتي دي، فقال لي لا هو كل حاجة بتتعمل بالبطاطس والمعجنات، بس أنا بقى عليها صينية مكرونة بشاميل بيطبخوا هناك. يعني انا طمنت بطمن عليه زي ابني، يعني قلت هياكلوا بطاطس بس؟ لا طبعا. قلت له بالنسبه للطبيخ بقى ايه الاخبار وبتاع؟ قال لي لا بيطبخوا. الدكتور وليد بيتفاجئ لما بيروح هناك بانهم الطلبه اشطر من الطالبات هناك في الاكل. صح؟ صحيح صحيح. دكتور وليد انا اتشرفت بحضرتك جدا، وانت فعلا يعني مش عارفه اقول، بتدي امل كبير قوي للطلبه، واحنا بنشكرك جدا على مجهود المؤسسه، وبنشكرك يا محمد. وان شاء الله السنه الجايه ولا اللي بعديها هتتخرج؟ لا لسه ان شاء الله 3 سنين. 3 سنين، بعد 3 سنين تبعدنا ان شاء الله، كان لنا عمر
ان انت تيجي تقعد معنا ونقول لك يا دكتور محمد. ان شاء الله. شكرا يا دكتور وليد. شكرا يا محمد. شكرا قوي. بعد كده بقى هنروح لإسراء والسيدة أسماء والدتها. وزي ما بيقولوا ختامه مسك. معايا ومنوريني في الاستوديو إسراء الديب. قررت كسر كل القواعد وعملت في مجال ميكانيكا السيارات، ومعاها الست العظيمة والدتها الأستاذة ابتسام إبراهيم اللي لازم نرفع لها القبعة عشان طلعت لنا واحدة زي إسراء. أهلا بيكم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا إسراء. شكلك ما يجيبش ميكانيكي خالص، بس انا شفت لك صور يا إسراء. ايه اللي خلاكي، ايه اللي طلع في دماغك ان انت تشتغلي ميكانيكي؟ يعني انا حبيت ان انا اشتغل في حاجه هم الناس كلها شايفين ان صعب بنت تشتغل في المجال ده. صح. بس انا حبيت ان انا اثبت نفسي، او ان انا اقدر ان انا اقف وسط شباب ووسط ولاد، وان انا ابقى بمية راجل زي ما بيقولوا. لا انت فعلا بمية راجل. طب سيدة ابتسام، انا عايز اسالك سؤال. لما اسراء جت قالت لك انا عايزه اشتغل ميكانيكي، انت اولا خريجه ايه يا اسراء؟ الاكاديميه البحريه. هي طالبه في الاكاديميه. أيوة. وجت قالت لك انا عايزه اشتغل ميكانيكي. هي بتدرس ميكانيكا في الاكاديميه. بتدرس ميكانيكا بس. يعني قالت لك عايزه اشتغل. قالت لي. طبعا قالت لي انا في مسابقه للميكانيكا وانا هدخلها. قلت لها تمام، يا ريت، برافو، انا عايزاكي تبقي مميزه، عايزاكي تبقي كويسه. اختها معاها في نفس المجال ما كانتش موافقه، وبعدين شجعتها قالت لي خلاص انا كمان هدخل. والاثنين دخلوا، ودخلوا المسابقه وكسبوا فيها. ما شاء الله. وكانت حاجه كويسه يعني ليهم. واسماء برضو في نفس ال اختك اسراء. طب انت بقى لما تخش عليك عربيه، انت بتشتغلي في ورشه طبعا. هو انا بشتغل في توكيلات، يعني توكيل. بنزل تدريب في توكيل، في اي توكيل عربيات. يعني اي توكيل عربيات انت بتنزلي فيه. ما عندكيش توكيل معين؟ لا، انا نزلت في كذا حاجه. والالماني ما احنا مش عايزين نقول الاسماء. ايوه لا مش هقول الاسماء. طب قولي لي بقى، لا انا مثلا دخلت بعربيتي وعايزه اكشف على العربيه واعمل صيانه وبتاع والحركات دي، ولقيتك انت بتلبسي بقى الاوفرول وبتاع. بلبس الاوفرول. حلو. وبقف وانت زي القمر كده وتيجي تشوفي العربيه. هقول لك ايه يا بابا جاي؟ اي فن عايزه. هو في ناس كانت قلقانه صح من الاول، بس بعد كده اقتنعوا، يعني لقوني بشتغل عادي، يعني ماسكه المفتاح صح، اي حاجه يعني في رجاله طبعا بتبقى معاكي في التوكيل ده. شويه متغاظين منك ولا حاجه؟ هم يعني هتعملي ايه دي يعني؟ طبعا بس انت مكبره دماغك. صح. طب لما بتلاقي عربية فيها حاجة صعبة جدا، تقعدي تعافري لحد ما تصلحيها؟ هو انا ما بيبقاش صعب بالنسبة لي الفك والتركيب، يعني الفك والتركيب ده مش صعب بالنسبة لي. احنا معانا صور اهو يا لا شغالة زي الفل بجد. يعني مفيش حاجة صعبة عليكي يا إسراء؟ لا، فك وتركيب لا. هو انا ممكن يجي لي عطل في الكهرباء، هو اللي ممكن يدوخني شوية. لكن بتفضلي وراه لحد ما تعملي. لحد ما اعرف ده سببه ايه. طبعا احنا بشوف على الجهاز العطل هيقرا لي ايه. كل الحاجات بقت كمبيوتر دلوقتي. فبتبقى اسهل شويه. فبمشي بقى ورا العطل اللي هو مديهولي ده. طب الرجاله بقى لما بيلاقوكي ان انت صاحب العربيه مثلا، ما بيقلقش ولا بيفضل واقف كده شويه بعد كده يقعد شوية. بقى يقول ايه، لا خلاص تمام. مش قال ايه. طب مين اللي اشطر فيكم، انت ولا اسماء في الميكانيكا؟ لا هو احنا الاثنين زي بعض بنكمل بعض. ما تحاولوش توقعوا يا جماعه ما بين الاختين. دول اختين وانا عندي بنتين، ما تحاولوش توقعوا بينهم. طيب سيدة ابتسام، دلوقتي انت بتتعاملي معاهم ازاي في البيت؟ يعني مثلا بيقولك بقى من الشغل تعبانين، وهي بتدرس طبعا وبتشتغل. فطبعا ده حمل عليهم. كتير يعني. طبعا. فهل انت بتهيئي لهم جو؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. ما عندكيش غيرهم؟ عندي يوسف ما شاء الله. الله اكبر. يوسف بقى اصغر منهم وبطل كاراتيه، برضه بيلعب رياضه، وبرضه الحمد لله ربنا ما شاء الله. يعني ان شاء الله يبقى مميز برضه. هيخش برضه في مجال السيارات يوسف؟ لا لسه مش باين له. لا مش باين له. طيب هقول لك على حاجه، انت كنت غاويه تسوقي، يعني كنت ممكن
وانت صغيره؟ كنت اصلا بركب العربيه ركب تسيب. كنتش تركبي عادي في عربية ركبك تسيب؟ ايه مجرد ما ادور وتدور كده بحس ان انا مش قادره ادوس على رجلي. طب انت مش بتطلعي تجربي عربيات دلوقتي؟ لا دلوقتي انا بسوق عادي، انا بسوق معايا عربيه. لك غريبه جدا الحكايه دي، انها في الاول كانت بتخاف في العربيات. ايوه ما كانتش عندها شجاعه ان هي تركب عربيه او مثلا تقف وسط شباب او تتعامل مع ناس. ما كانش عندها الحكايه دي خالص يعني. بس دلوقتي خلاص، دلوقتي خلاص تفوت يعني في الحديث زي ما بيقول ما شاء الله عليها. ممكن تقف في مكان تثبت وجودها فيه وتشتغل بايديها ما شاء الله. وخلاص انا هعمل دي، يبقى انا هعمل دي، دي انا هصلحها، يبقى انا خلاص دي هصلحها. انت مخطوبه يا اسراء صح؟ اه. طب لو جه مره بعد ما اتجوزت خطيبك قال لك ايه؟ يانا يا الشغل. لا هو ما بيقولش، هو يعني بيقول لي ضمن الحكايه دي. هو لحد دلوقتي بيشجعني. ربنا يستر. يعني تدخلي له البيت بقى بالشحم والاوفرول والحاجات دي كلها، هو قابل ده كله والله. احنا بنحييه، شجعها هو بصراحه وفرحان بيها. وجودك خلاص انا معاكي في اي حاجه. مش هو اسمه ايه يا اسراء؟ محمد. احنا بنحييك جدا يا محمد، وان شاء الله يا رب انت هتاخد احلى عروسه في الدنيا. ربنا وما تنعاش هم يا ابني. ايه عربيتك باظت، عربيتك عطلت. ايوه صح، يعني مراتك موجوده. طب بتعرفي تطبخي بقى؟ بتعرفي تطبخ؟ اه بتعرف فعلا؟ اه طبعا. مش ستي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك. طبعا. ولا بتقولي كده عشان تحلي البضاعه؟ انا علمتهم كل حاجه، كل حاجه علمتها لهم. مش اسكندرانيه يعني؟ فلاحة على اسكندرانيه. اصل انا نص اسكندراني ونص صعيدي. لا احنا فلاحين في الاساس وبعدين اسكندرانيه. انا عارفه ان الست الاسكندرانيه عندها قدره انها تعمل كذا حاجه في وقت واحد. طبعًا. يعني ممكن تبقى ست بيت كويسه جدا وشغلها كويسه جدا. كل ست ممكن تعمل كده، كل ست ممكن تبقى في تعمل، تبقى ست بيت شاطره وتبقى ست شاطره في شغلها وشاطره في تربيه ولادها وتحقق ذاتها في كل حاجه. اولا احنا دايما اقول لهم كده، احنا بنشكرك انت. ربنا يخليكي على تربيتك الجميله للبنات الحلوين. ربنا يخليك، وربنا كده يخليهم لك ويخلي لك يوسف يا رب. يا رب امين يا وتلاقيه رب. احسن واحد في الدنيا. امين يا رب، ربنا يخليكي. اسراء انا معجبه بيكي جدا جدا وبشجعك جدا جدا، وانتي مثال فعلا للفتاه المصريه اللي عندها امل واراده وتحدي لانها تعمل الحاجه اللي هي بتحبها وتتفوق بيها. الحمد لله. بشكركم طبعا جدا، وزي ما قلت ختامه مسك فعلا. الحلقه خلصت ومعادنا ان شاء الله بكره مع هاله مصريه على قناه المحور، اول قناه فضائيه مصريه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.